أكد الرئيس الرسالة السامية التي وجهها إلى المشاركين في الدورة 23 للجنة التراث العالمي في 29 نوفمبر 1999. ولا شك أيضا أن القفطان المغربي يجر وراءه رصيدا من الفنون والألوان والتقاليد والمهارات تستحق أن تغني الثقافة الإنسانية بخبرات الإبداع المغربية الرائع. On a le carton de titouan que vous voyez au fond à droite. Et en bas, on a le carton de Fès, on a le carton de Rabat, Sali. هذا اللقاء كاين دارج في اطار استعداد البلاد ديالنا باش ترشح عنصر المهارة الفن والتقاليد والمهارات المرتبطه بالقفطان على اللائحه التمثيليه للتراث غير المادي ديال اليونسكو. هذا هو مسلسل ديال الترشيح كانت فيه واحد المرحله ضروريه اللي غادي نديروا اليوم هي المرحله ديال اخذ الموافقه المبدئيه ديال الناس حامل العنصر. راه خصنا نفهموا بانه ماشي المؤسسه ولا الوزاره اللي غادي تاخذ هي كتسهل وكتواك وكتعاون، ولكن الحامل العنصر اي المجموعات والجماعات الحامل العنصر هي اللي غتعطينا الموافقه وهي اللي غادي تشارك معنا في ترشيح الملف. دونك اليوم درنا هذا الاجتماع هذه الورشه باش الناس الحامل العنصر في نهاية ديال الورشة غادي نفتحوا نقاش معاهم، وفي هذا النقاش غادي يقول لنا في واش موافقين ولا عنده شي تحفظ. الا ما كانش تحفظ كيعطيونا واحد الموافقة مكتوبة من كتكون في الملف، وهذا الملف هو اللي غادي يمشي لليونسكو ان شاء الله. اليوم حنا في اطار ورشة تشاورية. ما معنى تشاورية؟ يعني ان باش نجزو ملف حول القفطان من اجل ترشيحه لليونسكو من الضرورة أننا نتشاوروا مع جميع المتدخلين، ماشي فقط القطاعات الحكومية المعنية، ولكن كذلك خصوصا الناس اللي كيمارسوا هذا العنصر، معناه المعلمين والمعلمات، كذلك المصممين والمصممات ديال الأزياء. إذا في إطار إعداد هذا الملف قمنا بمجموعة من الخطوات. كان أولا عملية ميدانية من أجل جرد هذه الفنون المرتبطة بالقفطان. هنا بغيت نفتح واحد القوس وواحد المساله اساسيه، وانه هذا ماشي ترشيح ديال القفطان في حد ذاته، ولكن ترشيح ديال مجموعه من العادات والتقاليد، مجموعه من الفنون، مجموعه من الحرف اللي كتكون القفطان. يعني القفطان يعني حاضر في العادات والطقوس ديال المغاربه السنه كامله. كذلك الحرف، كاين العقاد، الحرفه ديال العقاد، ديال النطاع، ديال السفيه وغيرها. معنى هذه الامور كلها هي اللي بغينا نوجهوا فوق حولها الملف. و المرحلة الأولى كانت هي القيام بالعملية ديال الجرد الميداني، دائما في التنسيق مع الناس المعنيين، المعلمين والمعلمات والمصممين. ثم كذلك المرحلة الثانية كان النقاش معهم حول وضع الآليات ديال المحافظة على هذا العنصر، ثم التشاور وإعداد واحد فيلم فيديو يوثق هذه القضية هذه باش يتجمعوا الوثائق كلها ونصيفطوها لليونسكو. الأهم في هذا الشيء كله إذا سمحتوا هو اشنو هي الاهميه ديال القفطان، وانه القفطان منتشر في مختلف مناطق المغرب، ولكن كل منطقه في منطقه المغرب عندها خصوصيتها، لا على مستوى التقنيات باش كيتنجز، لا على مستوى الحضور ديالو في الطقوس والمعتقدات والممارسات. ولكن الاهم هو انه رغم هذا التنوع الكبير فهناك وحده، ان القفطان واحد، ولكن يعني التمظهرات ديالو على مستوى الجهوي تمظهرات مختلفة. وحاجة أخرى هو أن هذه المسألة الأساسية اللي بغينا نبينوها، بأن المغرب له وجه عالمي، أن هذا التراث ديالنا الأصيل المغربي العريق كيمكن لنا أننا نفتحوا على العالم، ومن خلال يعني الإقبال العالمي على القفطان وإقبال مجموعة ديال النجوم من مختلف الميادين على ارتداء القفطان المغربي، هذا كيزيد في الإشعاع ديال المغرب كبلد ديال الانفتاح، بلد ديال الإشعاع الحضاري. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.